من اجل تزويد ل شرفنا على وضع حيز الخدمة هذا الخزان الذي يعتبر واحد من المشاريع التي أنجزتها الدولة من أجل تحكم أمثل في التسيير ومن أجل الوصول إلى خدمة عمومية ترضي المواطن كما أرادها السيد رئيس الجمهورية، لأنه أعطى أوامره بإيلاء الأهمية القصوى لكل ما له علاقة مباشرة بالمواطن وبحياة المواطن وبالتنمية التي تخص المنطقة ككل.